إلى الملف النووي الإيراني، حيث يرصد رادار الموقف الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي قال إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد تمكنت من إيقاف الاتفاق النووي، مشددا على أن بلاده مستعدة لأي تهديد إيراني. أضاف لابيد أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حرية تصرف بلاده لفعل كل ما هو مناسب لمنع احتمال أن تصبح إيران تهديدا نوويا، مؤكدا مواصلة الحرب ضد الإرهاب. يجري رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنع مباحثات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين أمنيين وسياسيين. تتركز هذه المحادثات على محاولة منع الولايات المتحدة الأمريكية من توقيع اتفاق نووي مع إيران، حيث تشن إسرائيل حملة لإقناع الدول الغربية بعدم إحياء الاتفاق النووي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، أهلا بك. يعني أعتقد وصل رئيس الموساد الإسرائيلي، ولكن هذه المباحثات لم تجري بعد اليوم. يعني هناك على ما يمكن أن نصفه بأنه اختلاف في وجهة النظر بين الإسرائيليين والأمريكيين بخصوص الاتفاق النووي وحتمية إجرائه أو يعني إكماله مع الجانب الإيراني. كيف تتصرف أو تعالج الإدارة الأمريكية هذا الخلاف مع إسرائيل؟ مروج، عدة نقاط هنا للإجابة على هذه الأسئلة. بداية، الإدارة الأمريكية تحاول أن تبقي هذه الزيارة بعيدا عن أعين الإعلام قدر الإمكان، لأنه لا حديث رسمي لا عن مواعيد الوصول ولا حتى عن موعد اللقاءات وجدول أعمال هذه اللقاءات، وحتى من المسؤولين الذين سيلتقي فيهم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي خلال هذه الزيارة اللافتة جدا إلى واشنطن. وبالتالي هذه الإدارة، إدارة الرئيس بايدن، تحاول أن تبقي مثل هذه الزيارات بعيدا عن أعين الإعلام، وأن تجريها بهدوء، وأن تستمع إلى رأي حليفها الهام جدا في المنطقة إسرائيل والمعلومات، وحتى ما يجري حديث عنه هنا من تسريبات في الداخل الأمريكي، لأنه يقدم أيضا معلومات استخباراتية حول خطورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا مروج، هو الحديث هنا في حالة رضا في الحقيقة عن موضوع السياسة الهادئة، سياسة ناعمة من قبل إسرائيل تجاه واشنطن فيما يتعلق بالضغط عليها والتواصل معها لضرورة عدم العودة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران. لا يوجد هناك مواجهات مباشرة أو مفتعلة أو حتى حديث كبير جدا في الإعلام من الجانب الإسرائيلي لانتقاد إدارة الرئيس بايدن على هذا السلوك والنهج، وبالتالي هذا يبدو أن هذه السياسة وهذا النهج الإسرائيلي يؤتي بأكله هنا في الداخل الأمريكي، لأن واشنطن تستمع بشكل لصيق جدا وعن قرب للرأي الإسرائيلي. هذه نقطة. نقطة أخرى، موضوع العودة إلى هذا الاتفاق يتراجع واحتماليات العودة إليه تتضاءل بشكل شديد جدا. آخر تصريح للخارجية الأمريكية بهذا الخصوص مروج، قال أن الرد الإيراني للوسيط الأوروبي كان غير بناء، وبالتالي كل ما كان يشار إليه من الحديث عن إغلاق الفجوات مع الجانب الإيراني وقرب التوصل إلى الاتفاق وإحيائه مجددا يبدو أنه ذهب هباء منثورا، واليوم العودة إلى المربع الأول، ومرة أخرى الضغط الإسرائيلي يأتي بنتائج إيجابية جدا هنا في الداخل الأمريكي على الأقل من حيث الرغبة الإسرائيلية بعدم إحياء هذا الاتفاق النووي الموقع عام 2015. نعم. مروج، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن مجدي يازجي.